إذن ما أحوجنا أن السلم الأخلاق العصر اللي غير نتعايش نوك اليوم العصر اللي السلم موك ديديوكاسيون ديال غير غير ماشي اللي قرا غير فهمت أجن أجن يور مبنى الأخلاقي واش الطبيب الأخلاقي واش شما أشما أيف تزرني عبد أفي أفي زون أفي زون أز تكسل لي زورغان داخل تكسل لي كاريس تكسل لي ران تكسل أثني غير مرة غاكو بيان كونسيرفي أروح لها ذات نشكا وكيما قال طرفيك دورغان أثني شكا أنا وين نخدم الطبات ويكي ندوس على الأخلاق ويكي صرت كنسعى الأخلاق وخدمنا لها أين الحب أين يلحون صار شوان أين يلحون صار كتاف أين أفكس دون يستحق دون أستفك دون يستحق را إن سادخل أينون يهار مرس العالم من العالم بلا أخلاق في مراني تعرف ذن أنا في التمور ما أصل الأخلاق إيش أصل ذن أصل في التمور ما أصل ترب يعني أنا في التمور ما أصل فعيل سل فعيل من كل يوم ذي شين يحقيش كل يوم ذي أدي ستيدينس أنا دي وستيدينس أيلا الغير مرة أكو تتخرب أنا خطر أجنو مرة وإلا الغير كرب وين مرة أكو يكرر زن داخل الحرام كامل يخام خامس صفر صفر يقول ديفيد حاجزاني كذن يقول اللي الدوار داخل وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين كدي قصيد ربي القوي سبحانه وتعالى إذا ما أحوجنا للإسلام يتمثل سالإسلام آتي اليوم تذث قمذان سبحان الله رسول الله شفيح صلى الله عليه وسلم غير ورسل دلوين الأخلاقين يقال سيدي ربي القواليس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة غير ورسل دلوين ركضتنا رسول صلى الله عليه وسلم طريق الوصول أقدام الرسول أفريد الشفغن للطراس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نتبع بشان الفق الفرلمان كان يتمثل إذن غربورس كان لدنوين خصوصا كان سيدة ربما في ديقار هذه قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فقال جدا أنك مرة ذكي كانت الخصصة دي الآية كثم الحاج هذه قال افكرونين النور النور أني وإذ النور ظهر رسول صلى الله عليه وسلم كتاب مبين ذا القرآن الكريم دشو يخدم إند أسكن سبل السلام معناه أسكن نبر ذا الخير وغد السفر عند الطيام غير ثفاث أغيوه تقبرين أن المستقيم يسفر على الجنة إذ وجد النور يغدي وين الرسول صلى الله عليه وسلم النور دش يخدم النور النور إسكان يفري ما تشعرين طارش تقبرين في جغة أن الطيام تخم بكاك دي بانو بريد إذ النور إسكان يفري قد جاءكم من الله النور يسوي سبل السلام يسوي الطيام اللي يتكسيف يتسوي غير ثفاث يسوي غير وفريد من المستقيم يتسوي غير الجنة باش أنظر باللي والله 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 هنا في دنيني أنا العبدون أريقم شنالني صغف الرسول صلى الله عليه وسلم أريقم شنالني صغف النور وارتزاري ذا بريدا ذي عجد الطيام لما يموت أين تترجون بعد يموت ثوينا ثلاث ثمسات إقغيفن كل شيء كما يد مثلا سيد ربي سبحانه وتعالى ما ذكر تبع الرسول صلى الله عليه وسلم نقول الأخلاق نسوا من تعت شفاره يقرد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه أكن تعت شفاره مدام الرسول صلى الله عليه وسلم غرورني قلنا غص ما ذكر الآية جت نزلت الوقت نيجي لقى الصحابة الكرام ولكن أبعد ويجين غص يروح صلى الله عليه وسلم ورك الذي اللي جالنا الذي اللي تصرف جوارونا الذي اللي الكسب نهاية نسكشم الجوفنا منكشم أمن فق أمن تجار أمن وغمن الزمن أين نبغون خميت مرانا الرسول صلى الله عليه وسلم مدام اللي قالنا سيد ربي ولا غير ساعات سيبانا كان غير مثلا ونخدم انا دوين نديرين بعد سنقال سيد ربي شنو ياخذ الظروف كي هذا موت دوا مانا ذا وين كلش موت دوا فريدي سدر كلش موت دي طجا مانا وتنسفنا للغشا لي كاتاستروف ناتورال يوت تبع طيب الهلكات الغلاوية كلشي لا بعد سنقال سيد ربي اش مي قداويا لان كوني غادي دي وين سيف السنه نخدم أنا خدمت وين يوهيم وسيد ربي يفكي يغدى على حسب وين نخدم لكم كان يوت مثلا باش أنظر بليم مو أغيضي ما سيد ربي ولا يظلم ربك أحدا كم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يقرد يونفيلوزوف ليو تولستوي فلاس يعفور بيان داروسي مذنسي إن دوايا غي عفاد مرة في غلط غير الدنيا كامل إن دوايا لكن إن دوايا في غلط ولا غير لمانيش إذن كل يوم ذي الهيدي مانيش ونسموه هذا جوجرانا خطر نكون المرض إيه غير يمكن أن تسمي ما قال العيون الغش تسمى قال العيون عهد ربي يقول عن تسوية خطر ما هو يصير لذاذ أقي ثياث لذاذ أنا قد قرن وياه الهيدي مانيش الهيدي مانيش وسوهارا الهيدي مانيش
ماذا قلنا كل يوم يسمى قال لعيوفينس أتصود لعيوف لعيوفينس كل يوم كان يخزر لعيوفينس شو نشتكي أرن القائمة لنا شو نشتكي أرن الحد يحيي شو نشتكي أرن الحد سيد ربنا تدي جدا في لنا صيخة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ماذا قلنا ثبع أفريد ربنا عند النبي الرسول صلى الله عليه وسلم غادي في سيد ربنا بركات كنيا غادي له البركات يقع كما يتمثل